الو، هلا حبيبي، شلونك؟ شخبارك؟ لا انا درست البنات ونيمتهم، والحين قاعده مع خالتي بالصاله، هي قاعده تسوي ورق عنب وانا ناطرتك. شلونك؟ ولهت عليك؟ سويت؟ اول مره احس اني عاجز، مو قادر اختار البنت اللي ابيها. امي مشيتني وراها كني ياهل، سويتني كني لعبه بيدها، وانا عارف اللي فيني هذا ضعف ولا خوف ولا ما فيني ثقه. امك خايفه عليك مني، مو متوقعه ان اللي بيني وبينك حب كبير وراسخ، مو متوقعه ان نحب بعض لدرجه ان ما نستغنى عن بعض. صدق حبيبي، ساعات احط نفسي مكانها، أقول يمكن لو أنا مكانها كان سويت كثرها وأكثر. إيش قاعد تقول؟ إيش قاعد تقولين؟ قاعد أحاول إني أكون منطقية شوي وحيادية، حتى لو هالشي يجرحني. فيصل، أنا أحبك. أحبك وايد، ما راح يغيرني عليك أي شيء. حتى لو تتزوج واحدة ثانية، حتى لو تفتح بيت ثاني، حتى لو تنساني، أنا بتم ناظرتك. بتم ناظرتك يا فيصل، لأني ما أقدر أستغنى عنك. ألو، السلام عليكم. أخوي، حبيت أستفسر عن السي في اللي قدمته، هل تم قبولي بالوظيفة ولا لا؟ لا؟ يعطيك العافية. مالت عليك، هذا الحين ثالث مكان يرفضونك،
يعني بتظلين على نفس هالوظيفة الكحيانة والراتب المنتف اللي ما نحصل منه شيء. فقر فقر على أبوكم. علي وعلى حظي. فقر على أبوكم. عطني 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 عطني. ترى كلها دعوة الحمد لله والشكر. يمه ترى بنتك هذه يم إنسان ملقوفة وفضحتنا. عازبة نفسها غصب بالعرس. حتى الدعوة طرتها. ليش؟ مو المعرس أخو مرتك؟ شنو يعني إذا عزمونا؟ بعدين من الواجب إنه يعزمونا وبعد أمي بعد معاي. وهي صادقة. مفروض يعزمونها ويعزموني أنا بعد. لا أقول تفصلين ولا بتشترين جاهز. أنتِ إيش رأيك؟ أنا أقول نفصل. والله يعتمد على مدة يد أخوك. إذا أعطانا ذاك المبلغ زين. إي والله بنفصل اللي يفصلون مو أحسن منه. إيه. الله يبا زين. هذه فصلت وهذه اشترت نفلوف وراحوا السوق وأنا قاعد. إيش فيكم؟ إيش فيك يا حظي؟ مو أنت ريال البيت، مو أنت اللي مفروض تصرف علينا وتسنع أمورنا. حريم سنتين قاعدين بهالبيت. بعد أنا ترى على فكرة لازم أروح، هذا عرس رفيجتي لازم أوجبها. ولا إيش رأيك يما؟ إي يما حبيبتي لازم تروحين وأنا بعد بروح معاك. ند ند سوي شيء. برهومي يا برهومي، برهومي يا حياتي. واي واي. يا مامي أنا، يا مامي يا مامي، يا جوجي يا جوجي، هاجي 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 تي 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 ويجي 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 قولي لي إيه الألوان المفضلة لك في ميك اب؟ أحب الألوان الهادية، يعني بني مثلاً، البيبي بينك. إيه بس الألوان دي مش تنفع معنا النهاردة، النهاردة يوم فرحك لازم تكون الألوان واضحة وتديك زهور. لا أنا أحب يكون لوكي ناعم وبسط. طيب إيه رأيك لو ميك اب العيون يكون على بدرجات البنيات والحمرة تكون أحمر؟ لا لا نخلي العيون بني بس بعد الرجع بيكون هادي. اوكي 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 اي وشيء ثاني بعد الفاونديشن افضل انه هو يكون خفيف ومو ثقيل وايد. واضح انك بتحبي الستايل الاجنبي ما بتحبيش الاوفر في الميك اب. لا هو مو كذي بس احب لما اشوف نفسي بالمرايه اشوف ريم ما اشوف ريم ثانيه. اوكي حبيبتي اوكي يلا نبتدي. لحين ما خلصتي؟ وش حتى شعرك لحين ما سويتي؟ يما عطيني رايك بمكياجي تكفى. خلصيني بس خلصيني. يما انت ايش لابسه؟ تكفى احنا وين رايحين؟ رايحين عرس ولا رايحين زواره؟ يعني شو اسوي حق اخوك؟ جايب لي البطاقه حزه الحزه، الحين مالك شغل بلبسي، متى بتخلصين؟ بس باقي لي شعري واكسسواراتي واخلص، لا توتريني. انا بنطرج تحت، سمعتي؟ خلصي. بغيض وقلت لك ما بيك بدأت جمالي وفراد أنا شنو Thank you.
فيصل فيصل نعم يا باي. علامك يبا وين رحت؟ يعني تليفون ضروري يبا. عاد هذا وقته. آسف يبا آسف. يعني التليفون ضروري؟ آسف يبا. عاشوا البنات عاشوا يلا السلام. يا هلا يا هلا حياك الله مبروك. تفضلي تفضلي. يا هلا حبيبتي. هلا هلا حياكم. انت من عزمك؟ انا ما احتاج عزيمه، انا من اهل المعرس. اهل المعرس حياك الله امي حبيبتي. هو انتم من قال لكم؟ اخوي فؤاد ري المنال. منال اخت فيصل. اي مثل اخته مثل اخته بعد قلبه. حياك الله حياك الله. مشكوره. هذه مني؟ هذه نوف كانت رفيجة بنتي. اي هاله. هلا خالتي. هلا روحي شوفي العروس ايش فيها بطت للحين ما نزلت. ان شاء الله بسيب من الفحي بروح لها. يلا امي ان شاء الله. يلا حبيبتي. هلا. عليكم السلام. بارك بعمرك. بارك بعمرك حبيبتي. بارك بعمرك. ريم الحين ما جهزتي؟ بس باقي شويه رتوش. المعازيم تحت ناطرينك. بس يعني الحين ما خلصت مكياجي وشعري، للحين ما اعرف شلون اركب اكسسوار كذي ولا كذي. ما ادري. اي مو مشكله، هني ولا هناك نفس الشيء. يلا 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 بسرعه بسرعه. انزين مكياجي؟ شوفي المكياج أنا قلت لها أبي ناعم، بس الله يهداها ما عرفت شلون تحطي. إيش حالاتك أنت، ناعم ولا ثقيل عادي؟ أوكي. يلا يلا استعيلي. نبي نرقص نبي ناكل. نادي أمي هي تعرف تفتح هذا. إيه إن شاء الله. أوكي. يلا ها يلا بسرعة. حياك الله. حبيبتي الحمد لله. مبروك. ويت 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 ويت. هلا. وي. الله يبارك بعمرك. تفضل تفضل. شفتي؟ قلت لك ما بأيدي. شفتي شو فشلتني؟ خلاص يمه مو وقت. حياكم الله حياكم. يا هلا يا هلا يا هلا. حياكم الله حياكم. يا هلا يا هلا. وداد وداد تعالي شوي ابيك. تعالي شوي ابكلمك. حياكم الله. الحين نوجبكم. حياكم الله حياكم الله. الله يهداك يا وداد. الله يهداك. كلك مدحتي بالمره كذي تسلمين عليها عاد؟ واحده ما يقرح لي. ايش تبيني اسوي لها؟ اخذها بالحضان؟ انا ما كنت ابي اعزمها. انت اللي لزمت علي الا تعزميني. يابا الحشيمه مو لها، حق ابو سلمان. انت شايفه الشبكه والمهر اللي جايبهم حق ولده؟ اقل ما فيها ترحبين بمرته. قصب عليه قصب عليه بالشبكه حق ولده. هو دينار واحد ما دفع لهم طول حياتهم، الحين نبي يستبخل عليهم بالشبكه؟ يسلمك يسلمك زهره. روحي 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 روحي. جاب لي الناس. وجبي وجبي معازيبك وجبيهم. خلصيني. حياكم حياكم. يا هلا يا هلا. لا 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 لا
هاي حياكم الله حياكم الله حياكم الله. تعال يا هذه العصير عاشه لا خلص هول معافيك اتوقع كني اي حبيبتي يا ربي ايش فيهمكم عياس وانا اتصل عليها ما ترد علي علامه يا يمه إذا يمكن في على باك تليفونه أي تليفون يا يما أي تليفون هي يوم طلعت ما قالت لكم وين بتروح لا أنا قاعد أكلمها بس ما ترد علي يا ربي مياسة قومي قومي يما خذي أختك وروحوا ناموا ويلا لا أنا ما أبي بنطر أمي ليش تنطرينها يا رب الحين الساعة 10 وللحين ما ردت ما نرش فيها وأنتي يما إحنا قاعدين نحاتي أمك وأنتي لاهي مع التليفون إديدة حبيبتي ترى أمي مو ياهل بعدين تلقينها معزومة على العرس أي عرس يا يما وهي طالعة بنفنوف عادي لا سوت شعرها ولا جهزت نفسها ايش فيك انت علامج يا ربي يا ربي ما نرش فيها انا قاعده حاتيها قلبي معوريني عليها انا شفتها قاعده تبكي تبكي ويا ربي ان شاء الله خير يا ربي طمنا عليك يا ناديه والله يا يما انا قاعده احاتيك بسم الله عليك ان شاء الله ما عليك شر ربي خلنا اتصل عليه الو لا حتى تليفونها مسكر عاد رفيجاتي ماتوا من القهر يوم ما لقوا حد بالمنتجع. هذه سوالف الحريم. قلعتهم بعد من قال لهم يتشحطون. تعالي انتي، ايش فيك كل حكره عمرك فوق؟ تعالي قعدي. قولي لي خلاص الحين ولدك تبينه عندك؟ ترى التربيه مو سهله وانتي الحين بروحك. انا اقول خليه عند ابوه وايد احسن. أنا بعرف الولد هذا مو حفيدك ما يكسر خاطرك ليش مصرة تبعدين عن أمه؟ أنا ما يكسر خاطري إلا بنتي بس ما بيها تبدي نفسها على أحد ثاني شوف ويها شلون دبلان خليها تعيش حياتها بعدين عادي يمكن يجيلك نصيبك باكر ترى وايد انفصلوا وتزوجوا ماكو فايدة منك هذا أنت خربتي على البنت لما طلعتيها من بيتها والحين بتخربين على هالياهل قولي لي الحين شنو اللي قررتي تسوينه والله يا يما حيرتوني
أكثر ما أنا محتارة، مو عارفة شنو أسوي أصلاً، مو عارفة الصح من الغلط. ألو، أنت من دازت الصورة؟ شنو؟ صج الموضوع يعني؟ يلا يلا باي باي. إيش فيك الصاير؟ بسام صاير قولي، هل فيهم شيء؟ ريم العادل ولي ما نخلص من ريم العادل، ما مليت؟ ما تعبت؟ خلاص أنا مليت من سيرتها. ما عليك من أمي، قولي إيش فيها ريم. الليلة عرس أختي، ديري بالك ترى الدنيا ليل، البحر غدار. البحر مثل ما احنا خابرين طول عمرنا، يا مد يا جزر، الإنسان هو اللي غدار مو البحر اللي غدار. مبروك مبروك يا عمري، مبروك حبيبتي، مبروك حياتي، مشكورة حبيبتي. مبروك يا عروسة. احكي انت شايبك هنا وما تدري ان اخوي ما اخذ خبري لك. شنو ايش قاعده تقولي؟ اللي سمعتي يا قلبي، بعد ما الله كاتب ان احنا نفترق، وين ما تروحين تلقيني، سواء احنا رفيجات او اهداء. خليش تستانسين في الليله يا حلوه. عيالك خلصوا؟ ما علي حبيبتي، لا تضايقين. اوكي، هذه وحده حاخذه، وهذه ليلتك اليوم، استانسي وابتسمي، بعد حطينا ماسج خليها. ان شاء الله يما. سمعتي شنو تقول؟ كلش ما توقعت انها تكون موجوده بعرسي.
واخوها ما اخذت فيصل. ما عليه، مو وقتها الحين حبيبتي، الناس تلاحظ كل شيء. استانسه يا يعني اليوم يومك. يلا المعرس جاي الحين. شيء عندك؟ عيالك خلصان؟ الحمد لله فيصل تزوجت، الحمد لله. اي الحمد لله. لا يعني انا قلت يعني حالك بيت وحده، صاروا قنبله ارجو مو طبيعيه. ساره اقول روحي لا ينفجر فيك الصاروخ. لا اقول لك حلوه. انزين شنو حلوه؟ مو طبيعيه. ازوجها ماكو مني مني؟ ازوجها حق سايقنا؟ لا يعني يمكن واحد مخشوش اقول بنفهم. ايوه فارز روح حق الشعب فيهم. يلا مو قادرة أرد البيت، ولا أنا قادرة أحط عيني بعين خالتي ولا بناتي. أحس إني لو شفتهم راح يعرفون كل اللي بداخلي، وأنا ما أقدر أواجه أحد باللي سويته. أحس إني بختنق، الوقت تأخر. أكيد هم قاعد يحاتوني، أنا لازم أرجع. اضطر ارجع، ما عندي خيار ثاني. حتى لو كنت مامي راحت ريم، خلاص ما عاد لي امل فيها. تزوجت وراحت بطريقها، انتهت قصتي معاها على كذي. بس انا استاهل، انا خسرتها. أنا فرط فيها علشان واحدة ما تسوى مثل نوف. أكيد نوف الحين متشمتة فيني، بس نوف ما همتني. عقب خسارتك يا ريم ما عاد في شيء يهمني. يا ربي يا ربي، هذه وين راحت؟ وين راحت بس؟ الله يطمن عليك يا نادية. تأخرت يا ربي. نادية وينك فيها يمه؟ ليش تسوين فينا كذي؟ خبصتي قلوبنا. أنا آسفة خالتي، بس أنا تعبانة كنت. تعبانة يا يمه؟ واللي تعبان يسوي بهالك كذي؟ حتى ما تردين على التليفون ولا تطمنين عليك؟ آسفة خالتي، آسفة إني ما رديت عليك، بس ما حبيتك تشوفيني وأنا بهالحالة. إيه عاد إيش فيك؟ الصاير؟ يا ربي خوفتيني، ايش فيك؟ ها؟ قولي ايش فيك صاير؟ يا ما تحكين؟ رفيجتي خالتي، رفيجتي. وايش فيها رفيجتك؟ ايش فيها ما تحكين؟ رفيجتي يقول انه طلع عندها المرض الشين وايامها في الدنيا معدوده. وعلي لا حول ولا قوه الا بالله. ربي شافيها، يعني ماكو امل؟ ما لها علاج لا هني ولا برا؟ وي ربي لا تعورين قلبي اكثر من كذي. بس يا يمه، بس يا يمه، الواحد ما يروح الا بيومه. شوفوا يا يمه، ولدي محمود كان جدام راح بغمضة عين، لا مرض فيه، وبكامل صحته يا يم. وليدن الموت ما حد يقدر يرده، والموت حق يا يما. الله يرحمنا برحمته ويلطف فينا وفيه يا يما. يا الله بحسن الخاتمة يا رب.
الله يشافيك يا يما، الله يشافيك. بس يا يما بس بس لا تقعدين تسوين بعمرك كذي يا يما. يا رب الله يرحمك يا محمود، والله يرحمك يا يما، الله يرحمها برحمته يا يما، الله يشافيها يا رب، الله يشافيها. خلنا بشي. بسم الله يما، تونا واصلين، حتى المعرس ما ياه، لا يكون نسيت المعرس اخوي وانا ما ادري. وبعدين حلق الخييق، قص الكيكه، وعقب انا امشي. ايش عندك مستعجل على البيت؟ تعبت، راسي قام يعورني. خلاص روحي صوري وياها. ما تبين تجي معي تصورين؟ لا ما ابي. ايش تبيني اقول لها؟ اقول لها انا مرتب المعرس؟ لا بس شوفيها تعرفي عليها عادي. اتعرف عليها وقت ثاني. اوكي، اللي يريحك. ان شاء الله قومي. تدرين الترجية اللي حطتها منال كم تساوي؟ 10 دينار. 10 دينار دينار كويتي؟ نصيحة. الترجية تقول زين عندي. 10 دينار حطتها ما بستنجد شو ماذا؟ وخوتش نفنوك 200 دينار مرة ملابسة كانت شبه أشهر تورا تبرح نفوفك يفشل أصلاً خلص يما هالحركات السوق يسوي في البيت ماما انت وينك اليوم في شيء؟ تعالي ماما تعالي تعالي بعطني تعالي امي تعالي ماما انا رفيجتي كانت تعبانه اليوم بس الحين صارت زينه ماما انت مريضه؟ لا ماما أنا صرت زينة الحين أنا أحبك وايد أنا أموت عليك ماما أموت عليك بسام انت وينك؟ قاعد تحاتيك ليش مسكر التليفون؟ ايش حاسبالك؟ بسوي بعمرك شيء مثلا ولا شنو؟ لا ايش دعوه؟
لو كل واحد فينا خسر اللي يحبه وسوى بنفسه شيء كان ما ضل احد بهالدنيا. بسام حبيبي لا تزعل نفسك، كل شيء بهالدنيا قسمه ونصيب والله راح يكتب لك اللي احسن من ريم. تحقين فيها احسن من ريم؟ لا تضيق خلقك، الله يكتب لك اللي احسن. اسمعني اقول لك، اوقات نزعل على اشياء وبعدين نكتشف ان هي اصلا بمصلحتنا. مشكوره امال. على شنو؟ الاهتمام اللي قاعد اشوفه بعيونك والحنان اللي قاعد اسمعه من صوتك. بسام انت اخوي ظهري وسندي بهالدنيا، عسى الله يخليك لي ولا يحرمني منك. ولا يحرمني منك، عسى الله ربي يرزقك من اللي احسن من فوز. يلا تصبحين على خير.